سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج محاور ثقافية. انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية، قامت جامعة نيويورك للتكنولوجيا برصد وتقييم فاعلية الحملات الانتخابية الأخيرة لمجلس البرلمان في نطاق أمانة عمان الكبرى، وقد تمت الدراسة من قبل فريق بحوث من الطلاب بقيادة وإشراف الأستاذ الدكتور ناجي مualla، مدرس المساق في الجامعة. الأستاذ الدكتور ناجي مualla أستاذ محاضر في جامعة نيويورك، وله العديد من الكتابات، ويعمل كمستشار لعدد من الشركات المحلية والخارجية. في بداية هذه الحلقة أستاذ دكتور ناجي، لو حدثنا عن مجتمع ونطاق هذه الدراسة اللي أقامتها الجامعة. يا سيدي، شكرا جزيلا على هذا التقديم. وحقيقة كجامعة أمريكية في الأردن، حقيقة كان ينبغي أن يكون لها دور فاعل في رصد ودراسة ما يحدث من أمور في المجتمع المحلي، وإدراكا منا كأعضاء التدريس رأينا من واجبنا أن يكون للجامعة دور، ولطلبتها بالذات أن يكون لهم دور في تقييم تجربة بلدهم في واحد من أهم الأحداث التي تشاهدها البيئة المحلية. في الواقع الحملة الانتخابية حقيقة كما صممت وكما أعدت من قبل الجهات، سواء كانت شركات إعلامية أو مكاتب إعلامية، طبعا راعت أن يكون الهدف الرئيسي من الحملة الانتخابية لكل مرشح أن تخدم المصلحة العامة لهذا المرشح في الوصول إلى قبة البرلمان. بالطبع الجامعة وطلبة الجامعة وأساتذة الجامعة يجب أن يكون لهم موقف إزاء ما يحدث من أحداث في البيئة المحيطة، ومن هنا يعني بدأنا أن نحدد المهمة التي يمكن أن تقوم بها الجامعة. وبالذات كان لي يعني شرف أن أحدد أو أختار مجموعة من طلبة الكورس 401 بحوث تسويق، وأحد أهداف هذا الكورس هو تعويد الطالب أن يجري بحوث أو مسوحات عملية، يعني نخرج عن نطاق الكتاب وما هو موجود في الكتب إلى مجال أن نكسب الطلبة، طلبتنا أن نكسبهم مهارات إعداد البحوث الهادفة والتي تستهدف يعني قياس بعض المظاهر أو بعض الظواهر وتقييم المشكلات. من هنا حقيقة بدأنا نفكر في موضوع، وكان موضوع الساعة الحملة الانتخابية في الأردن، وطبعا نتيجة للقدرات والإمكانيات المحدودة كانت الدراسة أو استهدفت الدراسة أن يكون مجتمع عمان أو عمانة عمان الكبرى هو النطاق تبعنا، وبالتالي طلبت الجامعة بيكونوا ضمن المنطقة، ولتسهيل مهمتهم يعني كان اقتصرنا الدراسة في نطاق أمانة عمان الكبرى. لتنفيذ ذلك طبعا اخترنا عينة من أمانة عمان الكبرى، عدد هذه العينة طبعا هي عينة بالإحصاء، عينة ملائمة، يعني لم نستخدم قوانين إحصائية ولم نستخدم، هي عبارة عن استطلاع، دراسة استطلاعية، والهدف كان هو تعويد الطلبة على إجراء البحوث أكثر منها يعني شيء تجاري، يعني لم يكن الهدف تجاري بقدر ما كان الهدف تعليمي.
دكتور لو سمحت، هل كان هناك خصائص معينة للطلاب اللي شاركوا في هذه الدراسة، أم كان اختيار الطلاب عشوائيا من الطلاب المسجلين للمادة، أو كيف كان اختيار الطلاب اللي قاموا على الدراسة؟ هي حقيقة كانت مهمة كل الطلبة، كل الطلبة المسجلين في الكورس، لكن أنا قسمتهم إلى مجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة ثانية، واخترنا العينة 360 شخص، تم اختيارهم بطريقة عشوائية لكن ممثلة يعني. والشرطين هدول مهمات جدا لإضفاء قدر كبير من المصداقية على نتائج الدراسة حقيقة، حتى نكسب الدراسة نوع من المنهج العلمي. اخترنا العينة 360، قسمناهم إلى عن مجموعتين، two groups، كل مجموعة أخذت 180 شخص في أمانة العمل الكبرى، وتم اختيار العينة على أساس عشوائي، أكرر عشوائي وتمثيلي، بمعنى آخر أنه أخذنا المناطق المختلفة لأمانة العمل الكبرى وأخذنا العدد، عدد القاطنين في كل منطقة، والأرقام أخذناها من أمانة العمل الكبرى، كل عدد سكان كل منطقة، وأخذنا عينة نسبية، نسبة وتناسب، بحيث انعكس التمثيل النسبي داخل العينة. وتم توزيع الاستمارات، طبعا تم تصميم استمارة لهذا الغرض، قام الطلبة بتوزيعها على العينة، وطبعا العينة موجودة في كل المناطق، كل الدوائر أوكي التي تتكون منها أمانة العمل الكبرى، وتم جمع الاستمارات من الأعداد في تقريبا حوالي شهر زمان، تقريبا أخذت شهر زمان. دكتور ما هو الهدف من هذه الدراسة، وما هو الغرض منها؟ هل كان الهدف منها علمي بحت، أو كان هدف هناك أهداف أخرى؟ حقيقة الهدف الأساسي كان هدف تعليم، لأنه بصراحة يعني نحن جامعة نؤمن، أو يعني أحد أبعاد فلسفة التعليم في هذه الجامعة اكساب الطالب مهارات عملية وليس فقط قراءة كتب. فكان الهدف في الحقيقة هدف تعليمي ابتداء. اثنين، كان في هدف اجتماعي، انه الجامعة اولا على مستوى الجامعة ان تسهم الجامعة في انشطة المجتمع المحلي، وان يكون لها دور يعني داعم لانشطة هذا المجتمع. اثنين، انه نفس الطالب تبعنا، الشاب طبعا طالب او طالبة، انه يشارك في تقييم تجربة تعتبر من اعز التجارب على المجتمع الاردني الفاضل، لانه هاي تجربة تقيس كم توصلنا او ما هو الشوط الذي وصلنا اليه في مجال تجربة تطبيق الديمقراطية. فالشاب أو الطالب يجب أن يسهم في تقييم هذا الحدث، لأنه جزء من هذا الحدث، ولا بد أن يكون له مساهمة فاعلة في هذا المجال. دكتور كيف تم جمع المعلومات؟ ما هي الطريقة التي استخدمتموها لجمع المعلومات في هذه الدراسة؟ كما قلت وكما يجري في معظم الدراسات والبحوث العلمية، زي ما ذكرت تم اختيار عينة 360 شخص، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مختلف المناطق والدوائر الخاصة بمنطقة عمان أو أمانة عمان الكبرى. الطلبة نزلوا إلى الميدان، وطبعا معهم الاستمارة. حقيقة أداة جمع البيانات كانت عبارة عن استمارة استبيان يتضمن مجموعتين من الأسئلة، أسئلة ذات طابع ديموغرافي، حابين نتعرف على العمر، الجندر أو النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، موقع السكن تبع الشخص، الإنسان وين موجود، بالإضافة إلى مستوى الدخل، متوسط الدخل، يعني مجموعة عوامل ديموغرافية، بحيث أنه في النهاية نصل إلى ما يمكن أن يسمى خصائص لهذه العينة، بمعنى أن تكون ممثلة.
ثم أردفنا ذلك بمجموعة من الأسئلة، مقياس معين يقيس مدى فاعلية الحملة الانتخابية فيما يتعلق به. واحد، التقييم العام للمواطن في أمانة عمل الكبرى، تقييمه لفاعلية ما يرى وما يشاهد اللي هي الحملة الانتخابية. اثنين، مدى فاعلية الحملة الانتخابية. أنا بتكلم بصفة عامة، يعني لم نأخذ حملة كل شخص على حدة، لا، احنا أخذنا الحملة الانتخابية كحدث،